حصدت شركة ألمنيوم البحرين ألبا جائزة السلامة الدولية لعام 2023 مع الاستحقاق من مجلس السلامة البريطاني، وذلك تقديرا لجهود الشركة الحثيثة في الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية خلال العام الماضي 2022. وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي لشركة ألبا سيد علي البقالي خلال حفل جوائز السلامة الدولية الذي أقامه مجلس السلامة البريطاني في العاصمة البريطانية لندن. ويأتي هذا التكريم بعد أن استضافت شركة ألبا في يونيو الماضي وفدا من مجلس السلامة البريطاني خلال اجتماع مراجعة أداء السلام الشهري، حيث سلط الاجتماع الضوء على أداء الشركة في جوانب السلامة والصحة والحريق والأمن إلى جانب المؤشرات البيئية منذ بداية العام. وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي لشركة ألبا السيد علي البقالي أن حصول الشركة على هذه الجائزة من مجلس السلامة البريطاني يؤكد ثقافة السلامة القوية التي تسعى لها الشركة في جميع جوانب العمل، ابتداء من المهام الإدارية ووصولا لجميع الأقسام والمواقع التشغيلية بالشركة.